النهاردة أخيرا هنبتدي تسجيل، يعني كان بقالنا شهور بنجهز للموضوع دوت. بس طبعا يعني الواحد بيبقى في نفس الوقت بيشوف اللي بيحصل في البلد، وبيبقى ساعات بيفكر لنفسه هو ده وقته أو إيه لازمة الكلام ده كله؟ في ناس بتموت في كل حتة والفوضى في كل حتة. بعد كده بقول لنفسي أنا يمكن بدي خصوصية للتجربة الإنسانية في مصر زيادة، لأن في الأول وفي الآخر هي المعاناة في كل حتة وفي كل يوم بأشكال مختلفة. لو الواحد هيوقف حياته عشان في ناس بتتعذب أو في ظلم في الدنيا، يبقى الدنيا هتقف. تمام بيبيز بوتن او بيبي بس خشنا قوي تبقى حلوه في الحك دي. كده احنا عملنا الجايد، و حتى لو ما ينفعش تتقلد الموضوع ما يستاهلش. يعني ورينت تفاح اخضر زي الخرا تشرب بيبي ورينت تتقلد عشان هيك. ده عشاء الابطال بعد تسجيل لاين الدرمز في ساعتين. ايه الاخبار؟ الدنيا مشت ازاي يا بيه؟ الدنيا تمام. لا فعلا كل يا تيفا كل انا والشيف.